أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي الأردني الدكتور بكر السواعده. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. أستمنح للمشاهد الكريم لحظة من وقته حتى ألقي على مسامعه الكريمة قصيدة هي مشكلة لواحدة من التجارب التي أعتز بها في ديوان حدائق المعنى، يد تغسل الأقمار في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدى مثل نهر داخلي يتوثب، ومعنى بعيد والمسافة كوكب. أراه وهل غيب يطوع ما أرى لعيني، وأرض القلب بالغيب ترحب. قناديل في كف وأخرى رياحها بعيد مداها، والهداية مركب تلين له الدنيا قريبة مأخذ، ويمسح عنها ما الحوادث تشجب. يلم شتات الروح يرسم نبضه على كتف الدنيا صباحا، ويذهب ويفتح شباك الحياة فتنحني. تحييه أقمار بحسنه تحجب، تهب سدى شمس الهدى من سريرها، وحرف به يمحى الوجود ويكتب. يشيعها نصرا لبيت مرعب رسول من الطير الأبابيل، يضرب لينسل من كو الحقيقة غيبها، وينشق عن وجه الجزيرة غيهب. إلى غير ذي زرع تذوب به الخطى، ويحلو له إرث الخليل، ويعذب أفاق عليه القلب بعد التوجس، ودق على باب التوله يطلب. فمد رسول الله كفا أحبها، تدفق ضوءا أحمديا فأشرب. معي يشرب الساري على ظمأين، مع النجوب قفار الوهم للنور نجذب. حراؤك كم استجلت ظلامك ومضة، تمهد للأبقى بعطرك تكتب. يرودك طيف النور في عز غربة، تهيأ للهادي بجوفك مأرب. فرارا من الدنيا اضمحلت بعينه، تحنث دهرا فارغا يتقرب. طوى العمر طي المخلصين تمحضوا، إلى ربه عن جاذب الطين يرغبوا. هنا ولد التاريخ يصنع وقعه من المرسلين، يدون بما حبوا. حراء أفي عينيك غير أهلة، صباحية الإيحاء تومي فتخلب. ضحى مطمئن غير أن خيوطه غسلن جبين الكون، والهدي مسهب. وللملك المأمون نبض رسالة لهذا الذي يلقيه حان التأهب. تشق الحجاب اقرأ فيأتي خديجة، تلم شعاث الروح والخطب مرعب. أتاها على جنح ارتياع ودهشة، أتى من لأمن في المهابة يطلب. فألقت عليه من حرير أمانها، ولم يعي أم المؤمنين التهيب. هداه هدى والخيرون قوافل، يرصهم التوفيق منه توثبوا. وراءه ساروا كالنجوم توزعوا، يجاوب فيهم مشرقا صاح مغرب. يفتح أولى القبلتين ذراعه، له وملوك الروح صفا تأهبوا. يجول بأقطار السماء مصاعدا، فكلهم إما توافى مرحب. ويفضي به المعراج للمنتهى، لما تجاوزه في النور فردا يغيب. فيخبر الصديق شاهد ملة على كل ما يدلي، صفيه يسحب. هنا ها هنا بالصدر عش لطائر، بكل جهات الروح يأتي ويذهب. وللشعر أوطان تجمعن في دمي، وألسنة عذرية تتلهب. ونجوى إذا الأصحار فتحن جفنها، أما ثم ما نرجوه منك ونرقب. فتشفع فينا إن وردنا بمحشر فرادا، فلا أم ترجى ولا أب. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أنا الدكتور صلاح جرار من الأردن. كنت سعيدا جدا بأن أشترك مع صديقي الشاعر الأردني الكبير الأستاذ سعيد يعقوب بإصدار ديوان شعري
يحمل عنوان ديوان طوفان الأقصى. هذا الديوان شارك فيه ما يزيد على 230 شاعراً من كبار شعراء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. مناسبة هذا الديوان عندما حدثت عملية طوفان الأقصى المجيدة في 7 من تشرين الأول الماضي، وكانت عملية كما تعرفون من أجمل ومن أعظم العمليات الفدائية الناجحة المتميزة. في ذلك اليوم بدأنا أنا والأستاذ سعيد بالتواصل معا لإصدار ديوان عن هذه العملية من خلال التواصل مع الشعراء العرب، وكان قد سبق لنا معا أن أصدرنا ديوان رباعيات جنين بمناسبة اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين ومخيم جنين في شهر تموز الماضي. هذا الديوان الذي بين أيدينا، ديوان طوفان الأقصى، يتألف أو يشتمل على 230 قصيدة، ثم أضفنا له بعد ذلك 3 قصائد، وبدأ أيضا بقصيدة للشاعر الكبير الأردني حيدر محمود. هؤلاء الشعراء الذين شاركونا في هذا الديوان يتوزعون بين الدول العربية، لكن العدد الأكبر هو للشعراء الأردنيين الذين بلغ عددهم 78 شاعرا، ثم يأتي بعد ذلك شعراء سوريا، شعراء العراق، شعراء الجزائر، شعراء من عمان، شعراء من فلسطين، وصولا إلى شعراء لبنان والسعودية والكويت. الديوان تم إصداره في عمان في دار الخليج للنشر والتوزيع في هذا العام. ما زال يشغل كثير من النقاد. قدم له في الواقع الأستاذ الدكتور عماد الضمور، وأقيم له حفل إشهار في المكتبة الوطنية في الأردن. ما زال هذا الكتاب يحظى باهتمام كبير من النقاد الأردنيين، وقد صدرت عنه أخبار كثيرة. الرسالة التي يحملها هذا الديوان، وهي رسالة مهمة جدا، أن المشاعر العربية إزاء القضية الفلسطينية وإزاء ما يجري في فلسطين وما يجري في غزة هي مشاعر موحدة، هي واحدة، كلها مشاعر صادقة. والرسالة الأهم من ذلك أن هذه المشاعر متساوية، يحملها من هو في موريتانيا وصولا إلى العراق، ومن هو في اليمن وصولا إلى سوريا ولبنان. النبض العربي نبض واحد، الحس العربي إزاء القضية الفلسطينية حس واحد، وهذا ما عبرت عنه هذه القصائد. لا شك أن القصائد خضعت للتحكيم، لم يكن الأمر للاختيار عشوائيا، وإنما كانت هناك لجنة عليا تقوم على تقييم هذه القصائد، بحيث اخترنا أفضل القصائد وخلال مدة محددة الواقع. ولو أننا تركنا المجال أو فتحنا المجال للشعراء للاستمرار في المشاركة لربما زادت القصائد على 500 قصيدة، لكن مع ذلك وصلنا عدد كبير من القصائد، وتم اختيار هذه القصائد الموجودة في هذا الديوان. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع كثير من الخطاطين، وقدموا لنا نماذج جميلة، كانت له مساحة جميلة في هذه الحلقة. أسعد الله مساءكم أحبتي المشاهدين. في هذه الفقرة سنخرج عن موضوع الخط، رح نتحدث عن تقنية من تقنيات الكتابة. الخط الديواني يكتمل جماليته في إخراج اللوحة، سواء استخدام الأحبار أو استخدام
المواد المتعددة، يعني سواء الورق أو الألوان المتعددة في إخراج ألوان. طبعا هذا الشيء ينطبق على جميع أنواع الخط العربي، لكن أحببت في هذه الفقرة أن أشرح عن جمالية من جماليات تنفيذ الخط الديواني، وهو التذهيب. التذهيب المقصود فيه، أنا أقصد فيه التذهيب، هو استخدام الورق، ورق الذهب. هذا الورق طبعا بيجي جاهز في الأسواق موجود، واستخدام التذهيب يحتاج إلى الغراء أو مادة المسيون، اللي هي حتى يلتصق فيها هذا الورق عندما أكتب. الآن راح أعمل تجربة أنا وأكتب قدام أمامكم كتابة، مثلا عيدكم مبارك، راح نكتبها ونذهبها، نستخدم هذا الورق ونشوف كيف النتيجة راح تطلع معنا، وإن شاء الله تكون نتيجة جميلة وتعجبكم. طيب، راح أكتب هنا عبارة عيدكم مبارك. طبعا هذا راح أكتب بالغراء، هاي الغراء لازم أكتب أنا فيه بهذا الشكل. هاي سطر وهمي. طبعا يفضل أنه أستخدم الورق الذهبي على كرتون أو ورق غامق، يعني الغير محبب أنك تستخدمه على أوراق فاتحة مثل الأبيض أو الأصفر حتى يظهر جماليته. الآن أنا راح أكتب عبارة عيدكم مبارك بخط الديواني. الغراء هذا شبه شفاف يعني، لكن من ميزاته عندما أكتب به أنه يبقى لاصقا، يعني ما بينشف بسرعة، يختلف عن غراء الخشب أو أنواع الغراء الأخرى. زي ما بتلاحظوا أنه الآن لازم أنتظر أنا حتى يختفي اللون الأبيض، هذا اللون الأبيض اللي هو يتعرض لجفاف كامل، يعني ما بصير أنا ألصق الورق. لا يجوز أني ألصق الورق وهو الغراء غير، يعني غير مكتمل الجفاف، حتى ينشف كامل. ننتظر جفاف الورق، وبعد جفافه نعود إليكم في عملية لصق الورق الذهبي. الآن بعد جفاف مادة الغراء، زي ما بنلاحظ أنه اختفى اللون الأبيض منها، هذا يعني أنه الغراء اكتمل جفافه. الآن المرحلة التالية هي إحضار الورق. الورق يأتي بهذا الشكل، ممكن هذه الورقة تفيدنا، يعني أكبر، ذات مساحة أكبر، يطلع الشغل عليها أصح. نلصقها بهذا الشكل، مش بإيدينا، نستخدم ورقة ثانية نلصقها بهذه الطريقة. الآن باستخدام فرشاة خشني نوعا ما بهذا الشكل نبدأ بتنظيف الحرف. طبعا بطبيعة الحال انه الورق يعني سيلصق مباشرة على الغراء، والغير لاصق سيتم ازالته بسهولة، فبتكون عنا ان شاء الله عبارة اللي اتفقنا على كتابتها اللي هي عيدكم مبارك. بهذا الشكل. طبعا الآن نأتي إلى مرحلة التنظيف، تنظيف الكتابة. يفضل أنه تنظيفها على مكان بهذا الشكل.
وبنرجع مرة ثانية نتأكد إنه تم إزالة حواف الورق حتى يكون الحرف نظيف تماما ويعطي الشكل الصحيح للحرف اللي قمنا بكتابته بهذا الشكل. طبعا من سيئة هذه النوعية من الأوراق على التذهيب يعني هي أنه بيترك آثار على البيئة يعني حوالينا على الطاولة ممكن يوسخ يعني شوي، لكن نحتاج لصبر يعني بحيث أنه نقوم بعملنا على أكمل وجه. وتقريبا هذه هي النتيجة، نتيجة سريعة، كلمة عيدكم مبارك باللون الذهبي. طبعا هذا الورق يتوفر منه ورق ذهبي صناعي وورق منه ذهب حقيقي طبيعي 100% عيار 18 أو 21، ممكن الحصول عليه بالأسواق أو من دول خارج الأردن يعني أو دولة أي دولة ثانية. الآن إن شاء الله يعني نرجو أن تكون لاقت إحسانكم بهذه الطريقة، ونرجو لكم أوقات سعيدة ويعطيكم ألف عافية. بارك الله فيكم. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي الأردني الدكتور بكر السواعدة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك أستاذ. ضيفا على فضاءات وعلى رافدين. أهلا ومرحبا وشكرا. طبعا أبدأ بالشكر لك شخصيا ولقناة الرافدين على جهودها التي تقدمها في خدمة الحركة الفكرية والأدبية في الوطن العربي. شكرا لك دكتور وحياك الله، ويسعدنا أن تكون ضيفنا لهذا هذه الحلقة، حياك الله. من قطاف مسيرتك الأدبية أصدرت ديواني شعر، هما من تحت الرماد وتراتيل السلام، وهو الديوان الأخير تراتيل السلام. نعم. باكورة هذا الديوان قصيدة بعنوان رسالة إلى جلال الدين الرومي. نعم. يعني ما الذي شدك إلى هذا الشاعر الصوفي والفيلسوف؟ فهو طبعا الذي تتلمذ عليه شمس الدين التبريزي، وكان مثار جدل لعلماء عصره وما بعده. صحيح. طبعا لا أخفيك، أنا عندما كتبت هذه القصيدة كنت متأثرا. نعم. برواية قواعد العشق الأربعون. طبعا هذه الرواية عندما قرأتها وهي طويلة جدا، لكن لمست فيها ذلك الفضاء، لا أقول الصوفي بالمذهب الصوفي، وإنما صوفية المشاعر. طبعا الصوفية كما أعلم يعني في أساسها هي تنقية النفس من المحيط، و يعني دعني أسميها الانكفاء عن النفس أو الإطلالة إلى الداخل. نعم. فشدني هذا يعني شدتني هذه الرواية، وأعجبت بشخصية جلال الدين الرومي في هذه الرواية قبل أن أقرأ عنه. تعلم القصيدة عندما تأتيك لا تدري كيف تأتيك ومن أين تأتيك. نعم. فكانت يعني هي نوعا من فيض الخاطر. نعم. حاولت فيها أن أتحدث عن نفسي وعن الشعراء أو العشاق إجمالا. نعم. هذا. نعم. الأساس الانطلاقة الأولى. نعم. نعم. هذا الانطلاقة الأولى. يعني كانت الفكرة أن تكتب قصيدة أم جاءت هكذا؟ جاءت وحدها نتيجة هذا الجو والفضاء. نعم. الذي عشته مع هذا الشاعر. نعم. يعني صحيح. أنا كنت يعني أنهيت قراءة الرواية. نعم. ثم كتبت هذه القصيدة. لم أحاول حينها طبعا أن أبحث عن حيثيات حياة جلال الدين الرومي أو شمس التبريزي. نعم. كنت يعني مشدودا لفكرة الصوفية. الصوفية صوفية المشاعر. نعم. نعم. يعني هم دائما الصوفية يقول لك أنا أريد أن أعيش حالة من التجلي. نعم. وهذه الحركات المعروفة لا سيما. نعم. يعني المولوية التي صحيح. صحيح. أسسها الرومي. صحيح. التي فيها هذا الرقص الدائري. نعم. قل لك بهذه الحركة الدائرية أنا أتفلت من قيود الحياة. نعم. وأخرج في فضاء التجلي والتجرد لأعيش مع يعني مع الخالق مع. نعم. الإله. نعم. أنا أدري لهم هم يعني هم لهم نظرتهم الخاصة. نعم. نعم. اللي هو طبعا كما تعرف أنه كان مثار جدل العلماء، بعض العلماء يعني صحيح يعني هاجموا يعني اعتبروا انه يعني
معروف بعضهم يعني تهم بالزندقة أو نعم تهم بأنه هناك خروج على شرائع الدين الإسلامي. صحيح صحيح. المهم يعني مثار جدل وما يزال هو مثار جدل رغم يعني الحكمة التي كان يطرحها. نعم هي الصوفية نعم كانت وما زالت مثار نعم جدل. يعني لا نريد أن يعني أن نعم أقحم رأيي في الموضوع نعم، لكن من المعروف أن الصوفية في أساسها نعم بدأت من الزهد نعم والتخلص من قيود الحياة البشرية. نعم هي الصوفية بحد ذاتها يعني سلوك جميل نعم سلوك طيب سلوك لكن إنساني بعد ذلك لكن ما أدخلوا فيها نعم أدخلوا فيها فكرة نعم التجلي نعم. يعني مثلا إحدى الشاعرات عندما نعم تقول في الغزل الإلهي وأكيد نعم اطلعت على أحبك حبين حب الهوى نعم وحبا لأنك أهل لذاك إلى نعم آخر هذه نعم القصيدة. لكن كما قلت يعني أنا لم يشغلني نعم هذا الجدل أو هذا الحوار نعم وإنما أعجبتني فكرة التخلص نعم والصوفية يعني أقصد الصوفية الرومانسية نعم نعم وهذا الاعتكاف نعم الاعتكاف نعم يقول لك أنا بهذه الحركات أو بهذا الفكر بهذا أنه أتجلى وأحلق نعم يعني بأجنحة الخيال حتى أعيش مع خالقي. صحيح صحيح يعني هذا الجانب ممكن لكن ما رافق هذا الـ هذا الـ هذا الـ المذهب إنجاز أن نطلق عليه مذهب من بعض الابتداعات التي صحيح هي يعني طريقة يعني هم يسمونها الطريقة نعم نعم الطريقة نعم نعم يعني بودي أن نسمع مقطع من القصيدة. يعني هي قصيدة قصيرة يعني نعم لكن أنا آثرت أن تكون باكورة ديواني ربما لأنني أميل في هذا الديوان يعني هو بعنوان تراتيل السلام نعم يعني أميل إلى التراتيل هذه التراتيل الشفيفة البعيدة كل البعد عن المنغصات. نعم جميل. أقول وهم المسافة يستبيح خطانا ويعيدنا قهرا إلى من فانا يجتثنا منا ويوقظ خوفنا لنجيب صوت البعد إذ نادانا ها أننا نجثو على جمر النوى ونسد دربا للقاء قد كان ماذا نقول إذ الأمان أقفرت وغدا الهوى بعد الفراق هوانا يا سيد العشاق يا سيد العشاق هذه حالنا عبثا نريق الوقت يا مولانا نحثو غبار الذكريات ونقتفي صوفية الأحلام في ذكرانا فإذا تجلى الحب وانفسح المدى ألقت عليه ظلامها دنيانا لم يبق منا غير صوت زفيرنا يلقي السلام على الردى إذ حانا أولا ترى العشاق يصدح صوتهم ملء الفضاء يشقه تحنانا يتلحفون البرد في جوف العراء وينسجون من الجوى ألحانا قد غرنا الترياق أنا إذ أتى يوم الوداع نبثه شكوانا فيزيح عنا الموت حين نذوقه ويحيل جدب الأمنيات جنانا فإذا به وهم تمادى وهجه وكسى عروش سمائنا ألوانا لا نسغ فيه يبل أوردة المنى فيعود خوف في القلوب أمانا قم يا جلال الدين قم يا جلال الدين إن قلوبنا كفرت بحبك فاروها إيمانا واصدح بها صوتا يميت سكونها فالحب نبض إن شدا أحيانا. جميل 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 أحسنت. واضح أنك كنت تعيش حالة تجلي نعم في هذه الفضاءات فضاءات نعم الرومي ومن سار على هذا الخط. نعم جميل. حضرتك يعني أصدرت كتابا في النحو الأفضلية اللغوية في النحو الكوفي. نعم يعني هذا موضوع طبعا يعني مهم جدا وموضوع معقد ومعروف طبعا. صحيح. أعقد فصل في اللغة العربية هو فصل النحو قواعد اللغة العربية. نعم. وغالبا ما شكى منه كثير من الناس. فموضوع معقد وجميل أنك سرت في هذه الجادة. فودي أن يعني نسلط الضوء على هذا الموضوع. بداية تعرف اللغة العربية بأنها الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم، وأيضا النحو يعرف بأنه هو علم يعرف به أحوال الكلام وأيضا يعرف به صحة الكلام وفساده. والنحو الكوفي لا يخرج عن
عن عن هذا هذا التعريف. فهنا يعني بودي أن نقف على العنوان الذي اخترته، يعني الأفضلية اللغوية. فماذا قصدت بالأفضلية اللغوية؟ نعم، طبعا بالبداية لنتفق على ما ذكرته أنت أن النحو نحو، يعني كوفيه وبصريه هو نحو، لكن الكوفيين اختلفوا عن جيرانهم البصريين في المنهج البحث. من المعروف أن البصريين اهتموا وعنوا كثيرا بالتقعيد، وضع القاعدة. أما الكوفيون فكانوا مهتمين أساسا بوصف اللغة، ولذلك نجد أن الكوفيين كانوا أقرب إلى النواحي الاستعمالية للغة. طبعا أنا هنا لم أرد الخروج على ما ألفناه من النحو، ولكن أردت تسليط الضوء على بعض القضايا الجدلية والتي كانت سببا في صعوبة النحو. من المعروف كما قلت أنت أن النحو العربي صعب، لدرجة أن كثيرا من الباحثين المحدثين اتهموا مثلا المقعدين الأساسيين بلجوئهم إلى المنطق الأرسطي، وبأنهم أخذوا من نحو أفلاطون إلى آخره، وكأنهم استكثروا عليهم أن يأتوا بمثل هذا، كما جاءت فرية انتحال الشعر الجاهلي. يعني هي لا تختلف، يعني هم دائما يتهمون العرب بالدونية وأنهم أقل من أن يأتوا بمثل هذا الكلام. فعندما نظرت في النحو العربي، وأنا يعني بدأت دراسة النحو مبكرا، وجدت بعض القضايا النحوية غير المقبولة، يعني أنا لم أستسغها. يعني مثلا عندما نعرب جملة التعجب، ما أجمل السماء، رأيت أن ما جاء به شيء غير مقبول للنفس أو للعقل عفوا. فحاولت في مرحلة الماجستير أن أكتب في هذا الموضوع، لكنني لم أجد الأدوات المناسبة، لأنني اطلعت على كتاب لتمام حسان، وتمام حسان هو باحث جميل جدا، يعني هو من المجددين في النحو، اللغة العربية معناها ومبناها، ووجدت أنه طرح بعض هذه القضايا، لكنني أنا لم أمتلك هذه الأدوات لدراسة هذه القضايا. ففي مرحلة الدكتوراه درسنا نظرية تسمى نظرية الأفضلية اللغوية. طبعا نظرية الأفضلية اللغوية هي بالأساس نظرية حديثة، وهي بالأساس يعني منبثقة عن النحو التوليدي التحويلي. هذه النظرية تقوم على قيود ومحاكمة هذه القيود. يعني مثلا عندما درست القضايا الموجودة في النحو العربي، أنا رتبتها إلى ثلاثة أقسام: قضايا تتعلق بأقسام الكلام، قضايا تتعلق بالعامل النحوي، وقضايا تتعلق بترتيب الجملة. ثم بعد ذلك ذهبت إلى كتب الخلاف النحوي بين الكوفيين والبصريين، وجمعت هذه القضايا طبعا من كتاب، يعني أشهر كتاب هو كتاب الأنصاف في مسائل الخلاف للأنباري. فالمقياس هو كان يعني مثلا الأفضلية اللغوية، ما هي الأفضلية؟ الأفضلية هو بين المعيارية والاستعمال. يعني عندما وضع البصريون قواعدهم، وضعوها لغاية تعليمية، أرادوا أن يضبطوا اللغة، لكن هل اللغة العربية قابلة لأن تضبط بين دفتي كتاب؟ طبعا لا. والدليل أن كثيرا مما جاء في القرآن الكريم لم يضبط ولم يستطيعوا ضبطه، ولذلك اخترعوا له مسميات أخرى في هذه الدراسة. نعم، بعضه يتخالف ويتعارض مع قواعد اللغة. نعم، وحاولوا يعني مثلا عندما نأتي إلى، خلينا يعني لنتحدث عن الشعر. من المعلوم أن عصر الاحتجاج هو من 150 قبل الإسلام إلى 150 بعد الإسلام. بعض الأشعار التي جاءت في عصر الاحتجاج رفضت، والسبب هو مخالفتها لقواعد النحويين. فعندما درست هذه القضايا وجدت أن للغة مستويين، مستوى قاعدي ومستوى استعمالي. ما يميز الكوفيين هو جنوحهم إلى الاستعمال، ولذلك عاب عليهم جيرانهم البصريون أنهم كانوا يأخذون بالشاهد والشاهدين، مع العلم أن هذا الشاهد أو الشاهدين هي إما آية قرآنية أو شعر من الأشعار، من أشعار عصر الاحتجاج. فعندما ندرس هذه
الأساليب اللغوية أو الشواهد النحوية نجد أنها تجنح إلى الاستعمال، ولا سيما أن العرب لم يكونوا أصحاب مستوى واحد في اللغة. اللغة كالمتعارف عليه ثلاثة مستويات: الفصحى والفصيحة ولغة العامة. وما جاء في عصر الاحتجاج هو يصنف إما فصحى أو فصيحة، وهذا يحتج به ويؤخذ به. يعني هل كان هناك بعض أقوام العرب أنه لا تتحدث بالفصحى؟ نعم، يعني لهجات العربية أو يسمى لغات العرب هي موجودة من قبل الإسلام واستمرت، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه تحدث بلغة حمير. ليس من بر صيام في سفر، هذا في أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يحكمون أو يحاكمون اللغة وفقا لقيدين: الزمان والمكان. هم حصروها في زمان واحد وفي أماكن محددة، ولذلك مثلا قالوا إن العربية لا تؤخذ إلا عن أعرابي جلف إلى آخره. فهم حصروا اللغة في إطارين: الزماني والمكاني، باعتبار الأعراب أفصح من المدينة. لكن حتى الأعراب كانت عندهم بعض الخروجات عما جاء به النحويون، ولذلك عندما درست هذه القضية أو هذه القضايا وجدت أن الإشكالية الأساسية في النحو العربي كانت أن النحويين الذين وضعوا النحو لغاية تعليمية خرجوا عن هذه الغاية التعليمية ثم بدأوا يحاولون تقييد اللغة، واللغة العربية هي من اللغات. عندما تذكر المدرسة البصرية أراك تكسر الباء والبصريين. هذا السمع. نعم. 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 يعني النسب، باب النسب. نعم. سبحان الله، يعني هو حديث عندما قلنا فصيحة وفصحى. نعم. الفصحى هي اللغة المسموعة. نعم. يعني مثلا النسب السماعي للبصرة هو بصري. نعم. لا تدري لماذا. الري رازي. تمام. نعم. لماذا لا ندري. مرو مروزي. عبد شمس عبشمي. هذا سماع. طبعا هذا السماع هو لغة. احنا نميل الى انه البصرة يعني الباء مفتوح. نعم. لذلك عندما نقول البصري البصريون. نعم. نفتح. نعم. نفتح الباء. نعم. لكن صحيح. فقط انه نستعلم عن هذا. لا هو انت لو وضحت. نعم. المسموع. نعم. المسموع في النسب الى البصرة. نعم. هو بصري، هكذا جاء في اللغة الفصحى. نعم. سنكون. نعم. بعد الفاصل، معذرة دكتور. معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي الأردني دكتور بكر السواعدة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا. أهلا ومرة ثانية. كنا نتحدث عن البصريين والبصريين. نعم. جميل، حضرتك وضحت الفكرة. في فضاء هذا الكتاب يعني أقسام الكلام كما قدمها كثير من الباحثين والمختصين في دراسة النحو واللغة العربية، قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. نعم. الاسم والفعل والحرف. نعم. ويعمل طبعا النحو على تبيان أحوال هذه الأقسام. يعني هل اشتغلت في هذا الكتاب على هذا الجانب؟ نعم، يعني كان الباب الأول من أبواب هذا الكتاب هو أقسام الكلام. نعم. لكن الإشكالية كانت في أن بعض الكلمات، يعني مثلا حاشا. نعم. تأتي فعلا وتأتي حرفا. كيف استوى لدى النحوي. نعم. أن هذه الكلمة تأتي فعلا مرة وتأتي حرفا. نعم. طبعا هم عندما استقرأوا الشواهد وجدوا أن الاسم الواقع بعدها إما منصوب أو مجرور. يعني يأتي منصوبا ويأتي. نعم. مجرورا. هذا أوقعهم إذا جاء منصوبا فهو مفعول به. نعم. وإذا مجرور فهو اسم مجرور. نعم. هو مجرور اسم مجرور. نعم. اسم مجرور. فعلى ذلك يكون مثلا حاشا إما. نعم. فعلا ماضيا أو حرف جر. نعم. هذا تخبط يعني. ومن القضايا أيضا. نعم. كما قلت لك مثلا اللي هي مثلا إعراب ما أجمل السماء. قالوا شيء جمل السماء. طيب. نعم. عندما نقول مثلا ما أعظم الله. نعم. هل نقول شيء عظم الله؟ الله عظيم بذاته. ولذلك تمام حسان ماذا قال؟ هذه الأساليب ليست مما يبحث نحويا، دعوها.
وأسماها العبارات المسكوكة. معنى عبارة مسكوكة؟ هذه صيغة التعجب ما نعم. أجمل السماء. نعم. يعني حضرتك تقول أنه يفترضون وجود فاعل. أنه وجود فاعل مستتر. نعم. يقول أنه هناك شيء جمل السماء. نعم. إذن هذا الفاعل مستتر هنا. نعم. يفترضون تعارض مع يعني جمال الله سبحانه وتعالى أو عظمة الله. نعم. نعم عظمة الله. نعم نعم. فهذه العبارات مثلا مثل هذه العبارات المفروض ألا تعرب. نعم. الإعراب جاء للتبيان، يعني أساس الإعراب أصل. نعم. الإعراب هو التبيان. نعم. أعرب بمعنى أبانا، لكن بعض الإعرابي جنح عن التبيان إلى ما نسميه، يعني دعني أسميه الفلسفة نوعا ما. نعم. ولذلك يعني عندما تقرأ في كتب النحو وخاصة في العلل النحوية. نعم. الآن العلة الأساسية هي شيء معروف، يعني مثلا لماذا مرفوع؟ لأنه فاعل. نعم. طيب لماذا الفاعل مرفوع؟ لماذا علامة الرفع هي الضمة؟ نعم. هذه تسمى علة العلة. وعلة العلة تسمى العلة الفلسفية. نعم. وهذا ما دعا بعض الباحثين إلى اتهام النحو سيبوي. نعم. لنقول بأنه نحو أرسطي، يعني يميل إلى المنطق، وفيه. نعم. من المنطق الكثير، لأنهم عندما يعلل أو يفسر القاعدة فإنه يحتاج إلى منطقية حتى يستطيع تفسيرها. طيب لو أنا اختلفنا مع من يقول أن هناك فاعل مستتر في صيغة التعجب، هي صيغة. نعم. التعجب عندما نقول ما أجمل السماء ما أجمل. نعم. الورد. نعم. ما أطيب الهواء. نعم. فتأتي منصوبة، السماء منصوبة. نعم. الهواء منصوب. لو نحن اختلفنا مع من افترض أن هناك فاعل مستتر. نعم. كيف نفهم أو نفسر يعني نصب المتعجب منه؟ نعم. أولا لماذا مثلا قالوا إن أجمل هو فاعل ماض جامد لإنشاء التعجب مبني على الفتح. نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره شيء. نعم. تمام. ثم قالوا السماء مفعول به منصوب، ما الذي جاء بها؟ هذا يقودنا إلى الباب الثاني من أبواب دراستي. نعم. وهو العامل النحوي. النحو العربي يقوم على مسألتين، المسألة الأولى العامل النحوي. نعم. والمسألة الثانية الإسناد، يعني لا بد في الجملة العربية من مسند ومسند إليه، ولا بد لأي فاعل. نعم. أو لا بد لأي منصوب من عامل. لماذا نفترض وجود العامل أساسا؟ طبعا هذا منطلق كما قلت لك منطلق تمام حسان، وأنا ملت إلى هذا الرأي كثيرا. نعم. طبعا أنا لا أريد أن مثلا أتجاهل كل جهود العظيمة. نعم. لهذه المدرسة، لأنهم استطاعوا بهذه الجهود أن يحافظوا، ولولا هذه الجهود ما استطعنا أنا ولا أنت أن نتحدث بلغة عربية سليمة، لأننا اللغة العربية عند القدماء. نعم. كانت اكتساب، اللغة العربية الفصيحة. نعم. أما بالنسبة لنا فهي تعلم. طيب. نعم. كيف نستطيع أن نتعلم اللغة إن لم نجد قواعد نتعلم من خلالها؟ نعم. مشكلتي لم تكن مع القاعدة، وإنما مع بعض القواعد التي لم تخدم أساسا النواحي التعليمية. لماذا نعرب كل شيء؟ لماذا نفسر كل شيء؟ نعم. يعني بعض العبارات لا تحتاج إلى تفسير. أنت قلت المشكلة أنه يعني اللغة في العصور القديمة، في العصر الجاهلي ما بعد، كانت اكتساب حديث. نعم. البيئة. صحيح. حديث البيئة، لا يحتاج أن يتعلمها في مدرسة. الآن. صح. نحتاج إلى تعلم. حتى أحيانا أقول عندما نكتب باللغة الفصحى كأننا نكتب في لغة أخرى. صحيح صحيح. نحتاج إلى تعلمها لأنه لهجة نفكر بالعامية ونكتب بالعربية. بالضبط. فصحى. لغة الشارع، لغة المجتمع، لغة البيئة غير اللغة التي. صحيح. نكتب بها اللغة الفصحى. لذلك. صحيح. الآن أنا يعني قد يعني أختلف معك أنه نحتاج إلى التبيان وإلى الإعراب. صحيح. حتى من يأتي ويسلك هذا المسلك ويكتب بهذه اللغة يعرف لماذا نصب الفاعل، لماذا رفع الفاعل، ولماذا نصب المفعول به، ولماذا جر المضاف إليه، حتى يسير في الجادة الصحيحة. صحيح. لكن المشكلة الأساسية هي ليست مشكلة، وإنما هي معضلة، يعني دعني أسميها معضلة. المعضلة والتي جعلت كثيرا من المتعلمين ينفرون من النحو. نعم. يعني النحو ليس كل إنسان قادرا على التعامل مع النحو، لأن باب النحو كما قلت لك. نعم. سابقا فيه من التعقيد. نعم. تعقيد. نعم. نعم. هو معقد طبعا، لا أنكر أن اللغة العربية
في أساسها معقدة. لكن هل استطاع هذا السؤال، هل استطاع المعياريون أو واضعوا القواعد أن يأتوا بقواعد تشمل اللغة بأبوابها جميعا؟ طبعا لا. طبعاً لا. وأكبر دليل على ذلك باب المنصوبات في اللغة العربية. باب المنصوبات هو من الأبواب الفضفاضة جدا. وأنا دائما لدي نظرة، وجهة نظر، انصب كما شئت ولا تفكر. نعم. تمام. يعني عندما أقول جئت نورا، نعم تمام، ما إعراب نورا، لو فكرت في إعراب كل كلمة نعم سأقع في الحرج أحيانا، ولا سيما أن بعض أبواب المنصوبات بالذات قريبة جدا، التمييز والحال. نعم. تمام. المفعول المطلق والمفعول نعم لأجله. يعني هي إشكاليات. نعم. إشكالية. يعني هم حاولوا جاهدين نعم أن يضعوا معايير تجمع اللغة، لكنهم عجزوا عن وصف كل شيء. هذا ما أتحدث عنه. ولذلك وجدت أن الكوفيين كانوا أعنى بوصف اللغة وأقدر على تصويرها كما جاءت. نعم. كما تكلم بها الناس. يعني هم لجأوا إلى النواحي الاستعمالية. نعم. ولم يرفضوا شيئا مما تحدث به العرب. نعم. لكن سيبويه وتلاميذه رفضوا كثيرا مما جاء به العرب في عصر الاحتجاج، وبعضه يعني ذهبوا به إلى أبواب الضرورة الشرعية. بعضهم في مباحثه عقد اللغة وعقد النحو أكثر. نعم. ما هو معقد. يعني هو عقد. نعم. أكثر مما قعد. نعم. أيه. هو قعد. أيه. قعد ليعقد. لذلك أنا أميل إلى النحو الواضح لعلي الجارم. نعم. لجامع الدروس العربية لمصطفى. نعم. هي كتب فيها وضوح أكثر وتبسيط وسهولة. لذلك عندما نسأل من بعض الناس غير المختصين ومهتم باللغة ويريد أن يلم بالنحو، حقيقة أنصحه. صحيح. وأنا أنصح طلبتي الذهاب إلى النحو الواضح لعلي الجارم، فيه تبسيط، وأيضا جامع الدروس العربية للغلايني. بودي أن أيضا الموضوع طبعا شائك، هذا يحتاج. نعم. إلى يعني محاضرات كثيرة. صحيح. وإلى وقت. صحيح. طويل، لكن جزيت خيرا على هذا أكرمك الله المنحة. أنا أتحدث الآن عن خطورة ما يتعرض له المجتمع العربي بصفتك محاضرة مختصة باللغة العربية. هناك من يحذر من أن الثقافة العربية بشكل عام، اللغة العربية بشكل خاص، تتعرض لمحاولات التجهيل والإزاحة من مشهد الحياة. صحيح. أو في أقل تقدير التهميش. صحيح. يعني أنتم تعملون في هذا الميدان، هل أشرتم هذه الحالة أم نحن لأننا مسكونون بهاجس المؤامرة نتوهم ذلك؟ والله صدقا يعني أنا يمكن هذا السؤال من أجمل الأسئلة، أو من أكثر الأسئلة التي كل أسئلتك جميلة، لكن هذا السؤال وضعت يدك على القضية الأساسية. نعم. التي أنا أجد نفسي معنيا بها. بداية كل فصل دائما المحاضرة الأولى من المعروف هي محاضرة تعارف. نعم. وتعريف الطلبة بخطة المادة ولماذا نحن ندرس هذه المادة. دائما أقول نحن نتعلم اللغة العربية. نعم. أولا لنعرفها. نعم. ثانيا لنحترمها. يعني لا يبكي على الحب إلى النساء. تمام. نعم. يعني لا أجبر الطالبة على أن يحب اللغة العربية. نعم. يعني نحن نتعامل الآن مع طلبة لم يدرسوا أساسا اللغة العربية، ولا سيما الطلبة الذين درسوا على الأنظمة الأجنبية الاي جي والاي بي والساعة. تمام. نعم. هذه مشكلتهم عظيمة جدا. فأنا دائما أحاول أن أركز على احترام الثقافة العربية، وأحدثهم دائما عن دور احترام ثقافتنا في قوتنا. فإذا احترمنا ثقافتنا فإننا سنكون أقوياء. كيف سنقف في وجه أعدائنا؟ نعم. ونحن نقدس ثقافتهم. ولذلك أحاول دائما أن أتحدث في البداية. نعم. عن الشعر العمودي، لأن أهم ما يميز ثقافتنا العربية شيئان. نعم. الشعر العمودي والخطابة. مهم. يعني الرواية ليست فنا عربيا أصيلا. نعم. القصة ليست فنا عربيا أصيلا. الشعر الحديث ليس فنا عربيا أصيلا. نعم. لكن الشعر العمودي والخطابة هي مرتكزات الثقافة العربية. نعم. فنحن ندرس هذه. يعني يسألني الطالب لماذا أدرس هذه القصيدة، لماذا أحفظ؟ احفظها أولا لتعرف نفسك. نعم. لتكتسب القوة منها،
ثم لتنطلق. يعني احترم نفسك. جميل. إذا لم يحترم الإنسان نفسه هل سيحترم الناس؟ نعم. الاحترام نعم، أنك تحترم ثقافتك تحترم نعم هذا الانتماء. جميل دكتور. في مجال السرد أصدرت رواية عندما يموت الياسمين ورواية أخرى مشتركة حكايات المقهى العتيق. في الشعر يمكن أن نجد ديوانا مشتركا ل يعني قصائد لعدة شعراء، لكن كيف نفهم أن هناك عملا روائيا مشتركا؟ طبعا هذه الرواية أولا هي تتحدث عن مادبة منذ ميشع نعم إلى عصر الإمارة. عندما طرحت الفكرة من الروائي الأردني جلال برجس وجهت بانتقادات كبيرة نعم، وكثير من المتخصصين راهن على فشل هذه التجربة. يعني كيف سيستطيع 9 روائيين أن يكتبوا رواية مشتركة، ولا سيما أن من لديهم يعني هذا العمل اشترك فيه 9 روائيين. نعم. وأنا كنت يعني كان لي الشرف الاشتراك فيها. والمشكلة أيضا أن 3 فقط ممن كتبوا كان لهم تجربة روائية سابقة. يعني أنا وجلال برجس ونوال القصار كانت لنا تجربة سابقة، باقي الروائيين 6 أو باقي الكتاب 6 لم تكن لهم سابق تجربة أو لم يكن لهم سابق تجربة في الرواية. صراحة نجاح هذه الرواية كان باللمسات الذهبية للروائي جلال برجس. هو الذي استطاع أن يجمع هذه الروايات المختلفة وأن ينظمها في عقد واحد جاء على شكل رواية واحدة. يعني هو إذا نجاح هذه الرواية كان في الأساس أولا صدقا، يعني أنا قرأت كل ما كتبه زملائي مرتين، المرة الأولى لأنني دققتها لغويا والمرة الثانية بعد صدورها وجدت أن ما كتبوه جميل جدا. لكن النجاح لم يكن فقط في جمال ما كتب وإنما في هذه اليد السحرية يد جلال برجس، وأنا أوجه له التحية إذا سمحت لي من خلالكم، الذي استطاع أن يلم أو أن يجمع. أوجه له التحية صديقنا وأخونا نبارك له هذا النجاح في هذا الميدان. نعم. يعني هو الذي استطاع أن يجمع هذه الأعمال الروائية المختلفة في رواية واحدة. إذن هو كان الحادي فيه صدقا هو. نعم جميل. لك تجربة في العمل الإذاعي لا سيما تقديم برنامج نبض الحروف على أثير إذاعة حياة FM. نعم. يعني كيف تقيم هذه التجربة؟ إلى أي مدى يمكن أن تشكل الموهبة الأدبية والإلمام بقواعد اللغة العربية رافدا في تحقيق النجاح في هذا الميدان؟ طبعا اسمح لي أن أبدأ بعيدا عن التملق. يعني أنا المدخل الأساسي لهذا البرنامج كان برنامج فضاءات. نعم. ولا أدري إن قلت لك سابقا أم لا، يعني أنا عندما من الشرف يعني. والله أنا لي الشرف أن أشاهد هذا البرنامج وأن أكون معك، لأنني يعني عندما قابلت مدير البرامج في الإذاعة اللقاء الأول قلت له قناة الرافدين العزيزة الله يبارك خدمت الحركة الثقافية والأدبية في الأردن وفي الوطن العربي، وأنا أريد أن أخدمهم أو أن أخدم هذه الثقافة بما أستطيع. هذه شهادة محط اعتزاز وتقدير يا دكتور. وهذه شهادة والله من القلب. الله يبارك فيك. طبعا أنا الهدف دائما إذا كان الهدف ساميا فإن كل العقبات يمكن أن تزول. كان هدفي ببساطة أن أجمع الماضي والحاضر والمستقبل. يعني برنامجي كان مقسما إلى 3 فقرات. الفقرة الأولى من الموروث، والفقرة الثانية كانت استضافة أديب عربي تمام، والفقرة الثالثة للأقلام الواعدة. فصدقا أنا كنت يعني مستمتعا جدا بتقديم هذا البرنامج، لأنني كنت أقدم رسالة. هذه الرسالة أنا أراها رسالة سامية، لأننا نحن أبناء اللغة وأبناء الحركة الثقافية أولى بأن نخدم أنفسنا. طبعا كيف استفدت من خبرة النحوية؟ صراحة خبرة النحوية كانت وما زالت لعنة علي. ببساطة يعني عندما يكون النحوي شاعرا فهذا
يبقى يجلد نفسه. نعم يعني أنا أذكر بهذا القواعد. نعم. شاركت في برنامج شاعر الأردن. نعم. عام 2012 كان أحد أعضاء لجنة التحكيم الشاعر الجميل حكمة النوايس معروف. نعم. قال لي يا بكر، قدم له التحية من خلال يا بكر. نعم. انزع عنك النحوي الذي يتلبسك. تمام، لأنه يقيد. هذا أولا. ثانيا، النحوي لا يستطيع أن يستسيغ، لا يتساهل مع الأخطاء. نعم. يعني التساهل. نعم. بالنسبة لبعض الإعلاميين قد يكون شيئا عاديا. نعم. لكن النحوية يعني ما لديه إلى حد أحدهم يعني. يعني أحدهم. نعم. هجى أحد النحويين اسمه. نعم. عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي. تمام. فقال ولو كان عبد الله مولا. نعم. هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. نعم. ترك الهجاء كله. ترك الهجاء كله. هو ماذا قال؟ نعم. وعلى ما نصبت مواليا. يعني هو ترك الهجاء، لم يهتم بالهجاء، واهتم بإيش؟ بهذا الخطأ بالنحو. نعم. نعم. وهذه هذه. نعم. هذه مشكلة في ظل. نعم. ما نعيشه الآن من ضعف وإسفاف. شكرا لك الدكتور وخالص الشكر لك الشاعر والأكاديمي الأردني الدكتور بكر السواعد. شكرا لك على هذا. الشكر لكم على هذه الجهود وعلى هذه الاستضافة اللطيفة التي اعتدناها دائما. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.